مرض فيروس كورونا 2019 أو كوفيد-19 دليل الوقاية من الفيروس. طرق انتقال عدوى فيروس كورونا: أولاً، الانتقال المباشر من خلال السعال أو العطس. ثانياً، الانتقال عبر لمس الأسطح والأدوات الملوثة، ومن ثم لمس الفم أو الأنف أو العين. ثالثاً، الاتصال المباشر مع المصابين. رابعاً، تناول الطعام الغير مطهي، خاصة اللحوم والبيض. خامساً، مشاركة أدوات الطعام والشراب مع الآخرين. سادساً، الاتصال الغير محمي مع حيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية.